تحبي تقولي ايه لباباكي كده؟ قالوا اني بحبه قوي واني فخوره اني بنته واني بتمنى دايما ارفع راسه واكون مثال لانسانه فلسطينيه عانت زي ما عانت كل الشعب الفلسطيني لان الحقيقه مرينا باحداث صعبه، بس هو ربنا ان احنا نكون قد الحدث ونكون قد المسؤوليه وانه دايما دايما نكون يعني كانسانه اكون فلسطينيه بلدي وطني ارفع اسمها دايما بالعالي ان شاء الله يا رب ونربي اولادنا على نفس الطريق، هذا اللي انا بتمنى.